فإذا الساعة 7:30 الصبح بيجيني صبي من بيروت، ومش لأول مرة بيظهر عليا مثل ما خبرتني، بيظهر عليا مار شربل، بيظهر بشوف مار شربل بالحلم، بيقول لها بتطلعي على العناية بتاخدي كمشة تراب كبيرة عن القبر من برا، بتحطيها بركوة كبيرة، بتعبيها مي، بتغليها مظبوط، وبتنطي تفطر المي، وبتجيب فلتر طبي مش مصري، يعني بيكون نوع من القطن او شيء، فلتر طبي، بتصفيهم وبتحطيهم بحنجور، وبتفرجها الحنجور موديله ازاز وله سدي، وراحوا وياها بالحلم على مستشفى الحريري، ومشيها بالمحل ما فيه اشخاص مريضين بالكورونا، وفرجها الطبيب، قال لها بتروحي بتعطي الحنجور للطبيب، وكل واحد بياخذ هالدواء هالبركه بايمان بيشفى شو ما كان نوعه، وخاصه مرض الكورونا، وانا بدي اقضي على مرض الكورونا بلبنان. شو رايك؟ نحن مرسل بالمش لاول مره بيشفي بترابيته، لانه تراب القبر من بعد ما شعت الانوار منه وقت كانوا قابريني، وهالتراب صار مشبع من اشعه شربل، لذلك نحن كنا ساعة انه تراب مرسل بالعين يشفي من كل الامراض، مش من مرض كورونا بس، من كل الامراض. المهم يكون في نتفة ايمان قد حبة الخردل وبتكون في العجوب. بمرسل بيحب الناس يرد الناس للايمان، للايمان بالله. ان شاء الله تكون الرساله مضبوطه، واكيد اذا كانت مضبوطه اكيد بننتظر بمده اسبوع بضل شوي لحبه تراب على القبر. بركه مرسل بتكون مع الكل.